الكورة ممكن من لمسة واحدة تعدي. أيوة الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول هو الوحش. تحياتي ليك طبعا كابتن اسلام، ومبسوط جدا ان انا بشوف ديفيد لاول مره على قناه النادي الاهلي. حابب ان انا ارحب بيه في بيته، اتكلم عليها طبعا على المستوى الشخصي، يعني من الناس القريبه ليا جدا. مدرب مميز جدا، وكان لاعب كبير جدا، لاعب في مستويات عاليه جدا خصوصا في ايطاليا. انسانيا طبعا انسان على خلق جدا، قريب جدا من اللعيبه، بيقدر يتواصل معاهم بشكل كويس. اتمنى له طبعا على المستوى الشخصي ان شاء الله كل توفيق، وان شاء الله نحقق بطوله كبيره للنادي الاهلي والنادي الاهلي، ان شاء الله نحقق نجاحات ان شاء الله ترضينا وترضي جمهورنا وترضي ادارتنا ان شاء الله. وفي الاول وفي الاخر طبعا اتمنى له كل التوفيق، واقول له منوره فنان في قناه النادي الاهلي.